سلطان في حظيرة الرابطة المحترفة الأولى. الكأس هو أمل اتحاد بالعباس وضيفه شبيبة الساورة لإنقاذ الموسم، فالفريقان يحتلان في الدوري مراكز في وسط الترتيب، وآخر نتائجهما تعثرات. اتحاد بالعباس دخل المباراة ضاغطا، لكن هجمة واحدة من الضيوف كانت كافية لتغيير النتيجة في الدقيقة 28 بتسديدة يحيى الشريف. كرة ممتازة لصالح شبيبة الثورة عن طريق يحيى الشريف. بعد الهدف أصاب الارتباك دفاع أصحاب الأرض، فكادوا يتأخرون بالهدف الثاني وبنفس طريقة الهدف الأول تقريبا. غاب الانسجام بين دفاع اتحاد بالعباس وحارس مرماه، لكن ومن حسن حظهم أنهم لم يقبلوا مزيدا من الأهداف تجعل مهمتهم أصعب في الشوط الثاني. المرحلة الأولى ثبت العربي كرته دائرية ممتازة 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 هذه الكرة. مباراة مفتوحة بين الفريقين، وهجوم شبيبة الثورة أضاع الكثير فدفع الثمن غاليا بعد استعراض جميل في الدقيقة 62. ممتازة عبد اللي يبقى دائما محافظ على كرته. عبد اللي توزيعه ممتازة. فرحة جنونية، والفرحة اكتملت في الوقت القاتل بهدف الحسم من حمزة بالأحول الذي أهدى بطاقة نصف النهائي لاتحاد بالعباس. حمادي قردبو، صدى الملاعب.